نومي ديال الزول في شوارع نيويورك. انعمي سمعتوني مليح. اليوم رانا رايحين نهضروا على اطلاله نوميديا في شوارع سكوير تايمز في نيويورك، ورانا رايحين نهضروا على تنسيقتها، واهم حاجه الاكسسوار الجزائري التقليدي اللي كان حاضر لثما. اللي ما يعرفنيش انا صبرينا، ونقدم فيديوهات في الموضه، وفيديوهات يعني اتهم البنات، وفيديوهات واش راهم لابسين الفنانين ولايفات واكسترا، يعني قناه منوعه. واش راكو تسناو؟ سبسكرايب، اشتركوا في القناة. مرحبا بكم البنات معنا في فيديو جديد، واليوم رانا راح نهضروا على نوميديا للزول وإطلالة سبوتيفاي في تايم سكوير. تايم سكوير في نيويورك تعتبر أشهر ساحة من ساحات العالم، هي وتاع اليابان من أشهر الساحات في العالم. ظهرت نوميديا للزول بخيط الروح الجزائري اللي كان فيه حجر باللون البغدو، من أكثر الألوان على الموضة. نهضروا شوية على خيط الروح الجزائري. خيط الروح الجزائري أو الزروف، أو ما يعرف يعني بالزروف، في ولاية تلمسان، مسجل في اليونسكو في ضمن التراث اللامادي الجزائري، مع الشدة والبلوزة وغيرها من الإكسسوارات أو المجوهرات والملابس التقليدية الجزائرية. للجزائر انواع عده من خيط الروح، واللي ما يعرفش خيط الروح، في العاصمه احنا نسموه خيط الروح لانه فيه ثلاث دمعات وعنده حكايه برك الاصل، يعني هما اللي يعرفوا حكايته. اذا كنتي سينجل يعني ماشي مزوجه، تلبسي دمعه واحده، اما اذا كنتي مزوجه فتلبسي ثلاث دمعات، اذا كنتي مطلقه تجي معوجه، وغيرها من الطرق. كانت يعني من وسائل تعبير المراه الجزائريه عن حالتها. وخيط الروح في الجزائر، في كل ولايات الوطن عندهم خيط الروح او الجبين الخاص بهم، مثلا الزروف في تلمسان والغرب الجزائري، الشاوية عندهم الجبين اللي جاي طبعا من الذهب، القبائل عندهم التاج، وغيرهم من المدن والولايات الأخرى حتى الصحراوية عندهم الجبين ديالهم. يعني الزروف ولا خيط الروح هو تراث جزائري أصيل، يختلف من مدينة إلى أخرى. إذا شفتوا خيط الروح ما يشبهش الخيط الروح ديالكم، ما تقولوش ماشي ديالنا، قولوا ممكن يكون تاع مدينة أخرى من الجزائر. الجزائر راهي قارة، وفينا احنا يعني بلد واحد نقدروا نجمعوا عدد كبير من الدول الأوروبية، فتخيلوا مستحيل نكونوا عاداتنا وتقاليدنا واحدة. المهم نهضروا على إطلالة نوميديا للزول اللي كانت جميلة جدا في سبوتيفاي في تايم سكوير. هذا صراحة واو، لأنه الإكسسوار الجزائري إلى العالمية، why not؟ ممكن في المستقبل نشوفوا نجمات وممثلين وممثلات هوليوود يحطوا خيط الروح الجزائري مع الملابس المودرن ديالهم، why not؟ كلش ممكن في عالم الموضة. المهم نوميديا للزول طلت علينا بتنسيقة مميزة، لبست اللون البغدو الذي يعتبر من ألوان هذا العام. هذا العام راح يطرطق هو والكاكي. الانيمال برينتس كانت جلد الأفعى على ما أظن، كانت في التنسيقة ديالها مع خيط الروح، وشعرها كان طويل وبوكلي، والمكياج جاست واو سيمبل. نعاود نقول لكم إذا تحبوا ديروا المكياج اعتمدوا المكياج السامبل اللي ما يغيرش تصاميم الوجه ديالكم. المكياج اللي نشوفوه في وسائل التواصل الاجتماعي ولا اللي يديروه الميك اب ارتست، اذا ما كانوش فريمو يعرفوا يديروه، وراح يخرج عجب. وفي ما عاوز تتحسن تصاميم وجهك راح تتخسر حقيقه. يعني ركزوا على المكياج الخفيف. نوميديا حاليا راح تعتمد بزاف المكياج الخفيف. اطلالتها بخيط الروح الجزائري والاطلاله الحمراء كانت جد جميله وجد مميزه، وسبوتيفاي يعني عرضتها في تايم سكوير اللي يعني ناس من دول كثيره من العالم يعني يروحوا لثما، دونك شافوها بخيط الروح الجزائري المسجل في اليونسكو. البنات قولوا لي انتوما تحبوا خيط الروح، تعتبروه قطعه اساسيه من الاكسسوارات ولا المجوهرات الجزائريه، تحبوا تشروه في عراسكم وفي حفلاتكم ولا لا؟ انا شخصيا راني حابه نشري واحد يكون من الذهب ونورثه ان شاء الله لعائلتي ولا لولادي في المستقبل. لما لا؟ لانه نعتبره الحلي والاكسسوارات الجزائريه حاجه غاليه خلوها لنا جدودنا، فمن
يعني الغباء انه نتركوها ونعتبر انه خيط الروح يعطي اطلالة انثوية للمرأة ويبين تصاميم الوجه، لانه هذاك الخيط هنا يخلي تصاميم وجهنا تبان احسن. خلوا لي انتم رايكم في التعليقات وقولوا لي خيط الروح تعتبروه حاجة جمالية تخلي المرأة الجزائرية تبان اكثر رونق ولا لا لا مجرد اكسسوار ما تحبوش بزاف؟ نحب نسمع ارائكم في التعليقات سواء على خيط الروح سواء على اطلالة نوميديا، وواش رايكم خيط الروح ممكن يستعملوه الممثلين والمصممين العالميين في المستقبل كما صرا مع الكراكو كما صرا مع مع القردون وغيرهم من الحلي والاكسسوارات الجزائرية؟ رايكم في التعليقات ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وما تنساوش ديروا لنا سبسكرايب. تشاو.